الجنه نطلع عنها. هيدي اللي كنت عم بسالك عنها اول حلقه بسيطه. منتابع بفقرات برنامجنا، والوقت عامل مهم جدا بحياه كل فرد، ولابد للنجاح ولتحقيق الاهداف من تنظيم وقتنا بشكل جيد ومتوازن. كل التفاصيل بنتابعها وبناخذها مع ضيفنا اللايف كوتش اليو حداد. اهلا وسهلا فيك اليو. اهلا وسهلا اليو. ميرسي. اهلا وسهلا اليو. اللي قال انه الوقت ثروه ضائعه، قد ايه بتوافق هالراي؟ الوقت اهم من الثروه، لانه اذا ضيعت مبلغ من المصاري او من الثروه فيني ارجع رده، بس اذا ضيعت وقت مش بدي ارجع روح غير وقت لاسترجع. فالوقت اهم من المصاري. طيب شو هي فكره اداره الوقت تحديدا؟ ما في حدا اليوم مهم سكسسفول عنده نجاح بالحياه. فيك تعمل في دراسات، كل الناس اللي ناجحين بالحياه يا عندهم طريقه يكتبوها او يعملوا اداره للوقت وعندهم اياها موجوده عندهم. اوكي. او بيسجلوها بيسجلوها بطريقه معينه. بس اليوم صرنا كثير اليو نحن يعني منشغلين بحياتنا اليوميه، صرنا ما عم نشوف بعض، دائما عم نقول ما في وقت يعني حتى لابسط الامور بحياتنا، حتى وقت لنا يمكن. مزبوط. اليوم ما في حدا الا ما عنده كثير اشياء بده يهتم فيها، ففي عندك عذر انه ما في معي وقت، عندي مليون شغله اعملها. هل تعبير مليون شغله عم بعمل جنراليزيشن، عم بفتح الموضوع، ما عم حدد شو عندي اشياء لاسويها، عم ضيع بهالموضوع. فطريقه الواجه اداره الوقت عم حط حالي بشيء ضايع. طيب لنعتبر هلا اليو انا مثلا عندي هالمشكله وما عم بعرف نظم وقتي، وفي كتار هيك من الاشخاص، كيف فينا نعطيهم شويه تيبس كيف ينظموا وقتهم ويديروا وقتهم؟ اول شغله كيف انا بشوف حالي كشخص اذا منظم ولا لا. في اول شيء قبل ما بلش اعمل التكنيكس والسلع والاشياء، بدي كيف بشوف حالي انا. اذا انا شوف حالك كشخص فوضوي. مش منظم فوضوي، او كنت اسمع من فلان او فلان يقول لي انت فوضوي وما بعرف، او بلحق فلان كان فوضوي، ما بيساعدني ولا اي سلع. اوكي. بدي اول شيء نظرتي لحالي، بدي اعتبر حالي منظم. اوكي. وبدي غير هالعاده، بدي اعمل ريبيتيشن اني مثل يتعود الواحد يتعود بدي اقول لحالي انا منظم لفتره بتبين شوي مش طبيعية غريبة بس مهمة. ليش؟ لحتى بلش فكر كشخص منظم. بعدين بيجوا التكنيك. اوكي. يعني اول شغله لازم هيدي الخطوه نقنع حالنا اكثر، نقنع حالنا نشتغل على فتره. بتاخذ وقت هيدي الشغله برايك؟ بتاخذ، لانه موجوده بالسبكونشس. ايه؟ باللاوعي. ايه بدي ضل مستمر على فتره، ضلني عيد لحالي انه انا منظم. اوكي. من بعدها بلش شوف كيف بدي واجه الاشياء، بشوف التكنيك. فبتاخذ وقت لنقول 30 يوم اذا كنت مستمر بطريقه جديه، كل يوم عيد لحالي انه انا منظم، فبعدين فكر كيف بدي انظم. اوكي. انا 30 يوم تنهار 30 يوم ماشي. ما هيدا اللي عم نقوله، هل ممكن تكون صعبه على البعض اليو انه ينفذ هذا الشيء كاول خطوه يعني يقوم فيها؟ شوي هي موجوده باللاوعي، يعني اذا بدي اعتمد على الاراده بفشل. بدي اعيد لحالي تبلش خلي اللاوعي تبعي السبكونشس ساعدني. اوكي. طب بهالموضوع ايه تفضل. لا لا تفضل كفي نقطة. فبدي اعطيه وقت، لانه انا عندي صار لي سنين عم بعيد لحالي انه انا مش منظم. انا بضيع، انا ما بعرف واجه هالشيء. هي اول خطوه انه باكد لحالي انه انا منظم. لو عملت فيك لو مثلت على حالي اني منظم، بعدين بصير بصدقها. طيب برايك، لحظه رح ناخذ اتصال وبرجع بعدين بسالك السؤال. سعد من الرياض، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، يا اهلا وسهلا يا سعد. اهلا وحياكم الله، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا، الحمد لله منيح. تفضل يا سعد، حابب تشارك معنا موضوعنا لليوم عن اداره الوقت، كيف انت منظم بوقتك؟ والله نسعى للتنظيم، لكن
ودي اسال عن تنظيم الوقت واداره الاعمال. مثلا اذا كان عندي اكثر من شيء اقدر اسويه، مثلا انجز اعمالي، هل اقسمها تقسيم حسب الاهميه او انجزها في وقت واحد؟ لان عندما يكون الواحد ينجز جميع الاعمال يحس براحه، لكن اذا كانت متراكمه عليه يكون في نوع من الضغط. اوكي، يلا شكرا لاتصالك يا سعد. رح نسمع جوابك سوا. عنده عدة أعمال. جواب. نعم. آه وش قلت له أنا؟ سؤال مهم. رح نسمع. إيه بقى بنظمهم حسب الأولوية أو الأهمية؟ أكيد. بدي أعمل ليستا شو عندي أشياء بدي أهتم فيها. إن شاء الله يكون عندي 20. بدي نقي منهم 5 أو 6 لهالنهار، مش أكثر. فبدي انا احدد الاولويات. الاولويات مش شيء urgent، شيء طارئ بده يجي لعندي. اذا هذا الشيء طارئ في ينطر بايده بخليه على جنب، بهتم باللي اهم شيء بالنسبه للوقت، يعني قديش بيجيب لي نتيجه بعدين. يمكن يكون شيء طارئ، حدا عم بتلفن، حدا بده يرد، بس هيدا ما بيوصلني لمطرح. فالمهم انه انا اعرف حدد الاهميه، مش بالوقت الطارئ. مش شيء طارئ لإلي، بترك. يعني في شغلة مهمة، لازم حدد وقت بالنهار إذا عندي أشياء بدي أعملهم، أعلن للكل إنه من هالساعة لهالساعة أنا ماني موجود. أوكي. هذه كتير مهمة. ديستراكشن، العدم التركيز، ما بيخليني يعني بدوبل الوقت اللي بحاجة إني أخلص شغلة فيه. بضيع وقت يعني ساعات. ضيع كتير وقت. هلا قبل ما بلش بهال بدي اعمل ليستا وانسى الاشياء الباقيين. اوكي، بدي ركز على نيكست ستيب، على الخطوه التاليه. انا اوريدي عملت الليستا وعرفت شو بدي اعمل وحطيتهم على جنب، شلتهم من راسي لحتى اقدر ركز على هالخطوه. اذا عم بعمل شيء، انا هلا بطفي التليفون، بطفي كل شيء اذا هالشغله مهمه، وبحط خلي الناس يعرفوا او بحط حدا يرد عني انه بهالوقت انا مشغول، لا اقدر اخلص هالشيء. اوكي، خلصته بنقل للشيء الثاني. ومهم انه انا كل واحد عنده 20 30 شغله يعملها، بحطهم على الليستا. اذا في حدا يعمل له اياهم تو ديليجيت، يسلمهم لحدا. اوكي بقليو، بس لو سمحت سوري يعني عم نقطشك شوي، بس حتى ما ننطر المشاهدين رح نكفي النقطه. عمر عم بيحكينا من السعوديه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا عمر، الله يسلمك. بدي اكلم الاستاذ. تفضل، عم بيسمعك. تفضل. كيف حالكم يا استاذ؟ عم بيسلم عليك. اهلا، تفضل. مساك. السؤال هو عشان ترتيب الاولويات، يكون عند الانسان اشياء كثير يعتبرها اولويات، كيف ممكن اعرف الاولويات الضروريه والاولويات الغير ضروريه؟ يعني بعض الاشياء الغير ضروريه، كيف ممكن يعرف شو الامور الضروريه او اولويه لإله عن الامور الاخرى؟ شكرا لك عامر. شكرا. مثل ما قلت، بدي اعمل ليستا اول شيء، بدي احطهم على ورقه وقلم، بدي امسك قلم واحطهم على ورقه، لانه كل ما انا عم فكر فيهم كلهم مهمين، ضايعين، بضيعوا. بعمل ليستا وبتطلع بالليستا، بعيدها كذا مره وبلش على مهلي بحط ارقام. الرقم مش الشغله الطارئه لازم اعملها هلا، الرقم قديش هالشغله مهمه لمسيرتي. اوكي. قديش مهمه بالنتائج اللي بدها تعطيني اياهم. يعني مفروض اخذ السياره لاصلحها، او عندي حكيم، او عندي في شيء بروجكت بدي اقدمه. هلا السياره يمكن بتكون شيء اولوي، لا، فيها تنطر سياره، فيني احطها على جنب وخلص البروجكت اللي عندي او روح عند الحكيم قبل. يعني نفكر بالاولويات اللي ممكن تضيف لنا لمسيرتنا، لنجاحنا، لاهدافنا بالحياه. مزبوط. يلا معنا اتصال كمان من السعوديه. مساء الخير ام رامي. اهلا وسهلا، مساء النور لك ولضيوفك. يا اهلا وسهلا ام رامي، حابه تخبرينا عن خبرتك او تجربتك الخاصه، تفضلي. عم نسمعك. بحب اكد على كلام الاختصاصي اللي انتم مستضيفينه. نعم. انه الواحد هو لما بيحط في باله الشغله وبكون في عنده اراده، انه ممكن مع الوقت انه يصير الشيء اللي هو بفكر انه ممكن انه ما يصير معه. يعني انا من تجربتي مثلا، انا بيتي فيلا كبيره 17 غرفه، عندي اولاد،
عندي التزامات وكان عندي مساعدات بالبيت. وبعدين لظروف ما راحوا هدول. كنت مفكرة حالي إنه أنا رح أموت من غيرهم. إيه. معي أنتِ؟ نعم. فكنت مفكرة إنه أنا رح أموت من غيرهم، إنه أنا لو راحوا إني أنا كيف بدي أعيش؟ صح. ما رح أقدر أساوي، بس مع الوقت حطيت خطة تنظيمية، التنظيف، قسمت عمل البيت، قسمت الطبخ، قسمت مواعيد الزيارات خارج البيت، مواعيد الضيوف اللي بيجوا لعنا، وأنا هلا صدقيني بكل هالشغل مرتاحة نفسيا وجسميا أكثر من لما كانوا عندي. طب هيدا كله مجهود شخصي، يعني ما حدا ساعدك بكل المهام أو هالبرنامج اللي أنت وضعتيه؟ هلا أكيد ساعدني، أنا زوجي إنسان متعاون، اللي بحط أغراضه محلهم، ما له متطلبات مني، أولادي تعاونوا، كل واحد يحط أغراضه محله، أكيد في معاون، في معاونة، بس لكن بالنهاية بتضلي أنت ست البيت وأنت الإدارة، أنت بإيدك وأنت مسؤولة من كل شيء. صحيح. نحن منحييك على كل الجهود اللي عم تقومي فيها، شكرا لتواصلك معنا، شو رأيك إليو؟ مع حق 100%. هلا في شغله مهمه بحب ضوي عليها. اليوم عملت ليستا انا 5 أو 6 اشياء بدي اهتم فيهم، خلصوا ما برجع بكفي، بهتم بحالي، بروح بعمل سبور، بروح بشوف اصحابي، بروح الاهتمام بالوقت، تنظيم الوقت تيريحني مش تيزيد عقب علي. يعني بعطي حالي وقت لخلص الاشياء المهمه اللي بدي اخلصها شغل، بعدين بعطي وقت لحالي، لصحتي، للرفاهيه، للوقت، لهواياتي، لهواياتي، لتنميه الدماغ، الذكاء والدماغ. يعني قد ما هو مهم اني خلص شغلي بخلصه قبل، بعرف حالي خلصت بهالوقت عندي وقتي لإلي، مش بضيع بالوقت وبالاخر بدي ضلني بعدني عم اخلص، صارت الساعه 12 بالليل وبعدني ما خلصت شغلي. ما بتلحق تعمل شيء، تذكرت شغله. فتنظيم الوقت بيساعدني وبعطي حالي وقت، يعني عندي اولويات باخذ هالسته بخلصتهم، خلص خلص نهاري شغل مجبور، ومن اهم اني اعطي حالي وقت، يعني للسبور، للمشوار، للاولاد، للاصدقاء، للاصدقاء. نعم. ثانك يو اليو حداد، ميرسي كثير. شكرا لك، بنشوفك قريبا. ثانك يو، ميرسي.